السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا لزهور. مرحبا. كيداير عمك قريبان؟ بارك الله فيك بنتي، الله يبارك فيك. بغيتك تدعي معايا عمي قريبان. يا ربي يا ربي. وهي مع وليداتي ومع خياتي ومع ميمتي وبا خيي ومع كاع المسلمين إن شاء يا الله. يا رحمن يا رحيم يا ربي يا بنتي. والله يخلي لينا سيدنا وينصروا لينا ويخلي لنا تاج فوق راسنا. اللهم آمين يا ربي يا كريم. عمي قريبان بالفرحة شدتني الارتباك. لا إله إلا الله بنتي زهور. وليداتي صغيرة بقات يتسناك ويديهم النعاس. الله يحفظهم يا ربي، الله يقرب بهم العيون ويصلحهم لك يا كريم. امين يا ربي. بقاوتي تسناو صغيرين، انت تسناو نهضر معاك قدام الناس كيتصنتوا لك بزاف. الله يحفظهم ويفرحك بهم يا رب. امين. الف محاوله يا عمي قريبان باش شد لي الخط. كنصلي ونسلم على سيدنا محمد باش كيشد لي، باش شد لي الخط. الله يطول عمرك لاله زهور، وسمحي لينا بزاف بزاف بزاف، وحنا فرحانين بالمكالمه ديالك. انت انا فرحانه بزاف، ما قادانش الفرحه اليوم، واحد الفرحه القلب ديالي كيضرب. جزاك الله بنتي الف خير. داي معايا عمي قريبان، كان مرض بزاف، انا مريضه. اييه. وعيت ما كنمشي للاطباء كيقولوا لي ما عندك والو، تبع الاكتئاب على الاعصاب على من كيتماس، بعد المره كيتماس الليل تاعها نترعد كيحف امي تقرقب، تنولي كامله كنتنمل صافي، حتى نقول انا تمشي لعند الاطباء تنقول لهم شنو وقع لي، تقولوا لي الدم بقاش كيدور لك والقلب توقف ورايكم الطنس يطاح لك وهذه، وتقول لي ما عندك والو. وكنعاود فاني كنشري داك الدواء، والو حتى الدواء مابقاش كنغنى نشربو ديال هاد الاعصاب، وهادشي مابقاش كنبغي الدواء بزاف صافي، ويت كنتبع هادشي كنصمت لك بزاف، وهادشي اللي كتقولي لينا كنتبعو. لا اله الا الله بنتي زهور، الله يشافيك ويعافيك يا رب. امين عمي قريبان. الله يشافيك. كنطلب من خياتي المسلمين اللي كيستمعوا لك انا مزاوقه فيهم يدعوا معايا ويقولوا امين. ما كنعش عمي قريبان، ما كنعش، ما كيروح كيروح عليا الليل كنقول مصاب يطلع النار، غتنبات نحلم كنبات غنحماق في الليل، ومن تيطلع عليا النار تنقول لا صافي غيقرب ثاني عليا الليل فاني ما غنعش، تنخمم لليل تنخمم. الله 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 الله. كنعش عمي قريبان هادي شي 15 عام دابا وانا كنتعذب بحال هكا. لا حول ولا قوة الا بالله. ملي كنتعدي ملي شي 15 عام ودابا انا كنتعذب، كنوض في الصباح كنوض عيانه وكا كنلبس الوليدات نصيفطهم المدرسه بحال باي تنخدم، وانا تنبات الليل كل تنعجز السوايع كنوض مخلوعه نوض مفزوعه كنحس بالقلب ديالي غيسكت صافي، ديك الساعه كنبعث كتشدني السخفه بديك الخلع اللي كنتخلع. اللهم تعالى يشافيك ويعافيك بنتي، الله يشافيك ويعافيك. كنحلم بزاف بالافاعي بالحنوشه بالكلاب. لا اله الا الله. والبارح كنحلم به. نعم انقطع الخط. معذره لاله زهور، معذره بنتي، معذره. لان في الجهاز الاستقبال غير كيسمع كلمه حلم كيتقطعت الهاتف، معذره بنتي. ولكن كنوعد الساده المستمعين انه ان شاء الله قريبا سيكون لنا برنامج خاص بتفسير الاحلام، سيكون برنامج ربما لست ادري اي يوم في اي توقيت سوف يتم الاتفاق عليه، وغادي يكون ان شاء الله برنامج خاص في تفسير الاحلام على ضوء الكتاب والسنه، لان هذا الموضوع ديال تفسير الاحلام في الاذاعه كانت كترفضوا. لماذا؟ لان الناس بالغوا فيه ونسوا الواقع، وهذا الميدان هو ما عندوش ضوابط ولا حدود، وان شاء الله نديروا تفسير الاحلام على ضوء الكتاب والسنه، يعني ملي غنفسروه غيكون دائما مرتبط بالقران وبكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تقع في هناك شطحات عقلية ولا انحرافات عقدية ولا مجرد بعد عن الواقع. لماذا نذكر بعض مرات المريض كنقول لي قلنا الأحلام ديالك؟ لأن الأحلام هي سكانر. الطبيب المختص ملي كتمشي لعندو المستشفى وكيلقى المرض عندك غير واضح كيقول لك خصك تضع السكانر باش نعرف بالضبط اش عندك، باش يظهر لي بين وواضح. والسكانير هو واحد الجهاز الكتروني دقيق وكبير الحجم ومكلف ماديا. هذا في الامراض العضويه.
في الامراض النفسيه والروحيه كان السكانير هو كنقولوا للمريض كنقولوا ليه خبرنا عن الاحلام والرؤى اللي كتشوفها في المنام، لان الحلم علم ومن خلاله كنعرفوا بان هذا الانسان اش عنده بالضبط. فالكلام اللي قلتي للزهور انك كتشوفي الافاعي والكلاب هذا مفتاح اولي كيبين بان هذه الحاله اللي عندك هي ماشي مرض، هي تمريض. هناك فرق بين المرض والتمريض. المرض كيكون جزئي بين واضح، كتمشي عند الطبيب كيدير لك الكشوفات او التحاليل كيلقى بان المرض راهو فين كاين، اما في الاذن عندك واحد الجلاله، عندك المومو غار، العين نشفات، او الاذن القوقعه، مشكله عدم السمع او القرنيه او كذا، وهكذا في العظام وفي المعده وفي القلب وفي الرئه وفي الكليتين وفي الجهاز التناسلي، واضح بين كيمشي مباشره كيقول لك ها هو المرض اللي عندك، هذا كيتسمى مرض. اما التمريض هو شيء اخر، هو حاله نفسيه تتجول وتتحول في الانسان. اليوم ضروا راسو، غدا ضروا كتفو اليمني، بعد غدا جابو مزوي، بعد يومين كيشعر بالقيء، النهار الخامس ضرينو الصباع ديال رجليه، شويه كيتحول المخرج ديالو ما يقدرش انه يدخل للطواليت، وهكذا هو عنده حاله دائريه كتسمى التمريض. هذا ماشي مريض، هذا عنده التمريض واصله مرض نفسي او روحي. المرض النفسي كيقدر يكون غير الانسان تعرض للضغوطات، انه مرت به ازمات شديده ونفسيته فيها طاقه، النفسيه ديالنا عندها واحد الطاقه تحمل، وديك الطاقه غادي وكتنزل كتنزل كتنزل، واحد اللحظه خوات منها ديك لوزينيتي ديال المقاومه خوا، ومن بعد كيوقع عليه واحد النوع من الانهيار وكيجي التمريض. عنده ازمه نفسيه خصو يعالج نفسه، وقد يكون ازمه روحيه. والحاله اللي قلتي زهور يبدو ان عندك انت ماشي ازمه نفسيه، هي روحيه، انت باينه بانك سيده متصالحه مع نفسك، متصالحه مع محيطك، متصالحه مع المجتمع ديالك. وليداتك تبارك الله زوينين، كيمشيو للمدرسه، كتفيقي كتلبسيهم كتفطريهم كتصيفطهم للمدرسه، حياه روتينيه جميله مستقره. فلا يبدو عندك مرض نفسي، يبدو ان عندك مرض روحي، ويؤكده الرؤى المناميه. الكلاب والافاعي في المنام معناهم اعداء، انسان عنده اعداء وعنده منافسين، والله يسترنا ويستركم جميعا. راه كاين اللي عنده المنافسين والاعداء ما دار لا بيديه لا بسنيه، ما قدم ما وخر، وواحدين اخرين قابلينه وكيحاولوا ما امكن يتمناو الفشل ديالو، يتمناو السقوط ديالو، يتمناو الدار فيه العلامه. هذه نفوس مريضه، وما اكثرها منذ زمان، منذ اول تاريخ ماشي اليوم. راه ملي خلق الله تعالى ادم وحواء وانجب قابيل وهابيل، نشات بينهما الغيره والحسد وقتل قابيل هابيل. فما ظنك بان الانسان الاباعد، هذو الاقارب، يوسف عليه السلام وما صنع به اخوته لما رموه في الجب، ولما راى الرؤيا المباركه قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. أش قال له به يعقوب عليه السلام؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فيكيدوا لك كيدا. هذا إخوة ويكيدون، وكل اللي كيكيد ليه الجار دياله، كل اللي كيكيد ليه واحد من أفراد الأسرة، كل اللي زميله في العمل، كل اللي واحد ما عنده بالتعلقة غير ما حاملوش وما بغاش يشوف ديك النعمة اللي عطاها الله. كاين اللي غير الابتسامة كيحسدك عليها، كاين اللي غير طريقة المشية كيحسدك عليها، اللباس كيحسدك عليه، عندك الناس مرض، كاين اللي عندهم أمراض النفوس. راه أخطر الأمراض اللي عندنا في المجتمع ما يسمى بأمراض القلوب وأمراض النفوس، وكنلقاو مجموعة ديال الناس يأذون بعضهم بعضا. كاين اللي ما كيرتاحش يلقى واحد الإنسان سعيد في حياته ومستقر، ملي كيحكي لي بأنه سافر وتمتع وصرف الفلوس وبقي عنده الخير، هو كيمرض في نفسه، كيجي المرض كيقول اواه هذا مبرع مع راسه وانا يا حالتي هكذا. ملي كيسمع بان فلان طرات له مصيبه لا قدر الله، ضاع عليه المال واصيب في احد اولاده، وقعت له طرد من العمل، كيقول اما زيان الله عاد ارتحيت. مرض النفوس، مرض القلوب خطير، وهذه الامراض هي اللي كتخلي الانسان في الليل ما كينعش. شحال من واحد دابا الان النوم ما كيشوفوش، هذا غير الحاسد، وربي قال لنا من شر حاسد اذا حسد،
وكاين اللي خطر منه هو اللي كيبقى يحفر خلفك، كيبقى يقلب لك على شي حفره طيح فيها ما يرتاحش. هذوك الكلاب والافاعي باش كنعرفوهم؟ الا كان الكلب كينبح كنقولوا بانه كيتكلم فيك النميمه والغيبه. اما اذا وصل اليك واراد ان يعضك، هذا راه بغي يهديك تاع بصح، بغي يلحق بك الايديه. وهكذا الافاعي والحيات، الافاعي رجال والحيات اناث. كاين اللي كيحطوا لي بالعنق ديالو، كاين اللي كيتسربوا ليه لواحد المكان السوداء ما اختاروها، حاقده حقدا اسود والعياذ بالله. هذه كلها تجليات ديال ان الانسان متبوع عنده التابعه. العلاج ديالك لاله زهور راه بسيط جدا، وهو ان الانسان يحصن نفسه. حصن نفسك. ملي كنشوف راسي انني مستهدف، وكلنا ذاك الانسان اذا شفت راسي مستهدف كنقول ماذا علي ان افعل؟ راه لا ينفع طبيب ولا ينفع راقي ولا ينفع موجه نفسي ولا خبير اجتماعي، وما ينفعك لا القيد لا الباشا، ما ينفعك الا راسك انك تذكر ربك فقط. القضيه بحال كانك في قبرك بمفردك تقول نفسي نفسي. العلاج بنتي زهور هي اولا تحصن نفسك عند شروق الشمس وعند غروبها. شروق الشمس وغروبها هنا كتوقع تبدل الامواج، كيسموها المارية، كتغير الامواج المد والجزر عند شروق الشمس وعند غروبها، وتنشط الارواح الخبيثه. لهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كيقول في إقامة الصلاة: فإذا طلعت الشمس فأمسكوا عن الصلاة فإن تطلع بين قرني شيطان. الأوقات الممنوعة عند شروق الشمس وعند غروبها ما في لا ركوع ولا سجود، هذاك عرش إبليس والعبادة ديال الشياطين والعياذ بالله، كيوقع فيها المد والدبيب. في ذيك اللحظة ماذا علينا أن نفعل؟ نحصن أنفسنا. كيف نحصن أنفسنا؟ ببساطة نقرأ الإخلاص والمعوذتين 3 مرات. الإخلاص قل هو الله أحد، المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات عند الصباح وعند المساء. فيما نشوف راسي بأنني مستهدف، أن شي واحد حاضني أو شي واحد كيدير لي أعمال شيطانية يبغي يأذيني، أو النوم ديالي ولا ثقيل، نفسي مغمومة عليا، عندي خوف في قلبي، عندي ارتجاج في نفسي، كنقول انا مستهدف. ما هو الحل؟ حصن نفسك بنفسك، ما تبقاش تقلب على شي واحد اخر يحصن لك نفسك، ما تقلبش على شي حد من الفقهاء من العلماء من الصلحاء يدير لك هذا الامر. انت صالح، انت فقيه نفسك، وانت اولى بعلاج نفسك من غيرك. اقرا الاخلاص، اقرا المعوذتين في الصباح والمساء، ثم طيله النهار عليك بالاذكار اليوميه. الاذكار اليوميه هي فيتامينات، هي مقويات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أو أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول، تقولها ونعودها على التسبيحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. كل مرة قلتها راه عندك ديزينيتي كيدخلوا الجهاز المناعة ديالك كيتقوى. على قدر ما ذكرت ربك على ما قدر بان جهاز المناعه عليك يصبح غني وصلد وصلب، وحتى واحد ما يقدر عليك، واخا يجي شي واحد من الشياطين ديال الانس او الجن ويبغي يأذيك ما يدي منك والو، لانك انت محصن بذكر الله تعالى. بل اكثر من هذا، كيعطيك السعاده، كيطلع عندك واحد الهرمون اسمه هرمون السعاده، كيطلع عندك بوحده تلقائيا، كتحس بانك سعيد. اذا داومت على هذه الاذكار بصدق ونية وإخلاص غيطلع عندك هرمون السعادة، وغتشعر دائما إحساس كأن غدا عيد سعيد، غدا كاين شي مناسبة سعيدة. وراء الأيام أيام الله عادية، لكن شعور ينتابك ويمتلك فؤادك وكأن غدا عيد سعيد، ديما فرحان. وأكثر من هذا أن الله سبحانه وتعالى يعطيك القبول في الأرض. القبول في الأرض أن أعدائك يتحولون إلى أصدقاء. الأعداء اللي كانوا بالأمس يكيدون لك كيدا يتحولون إلى أصدقاء. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والرابعة وهي مهمة جدا الناس يحبونها، هي أنه من يكثر من الأذكار يفتح له الله باب الرزق. الرزق يأتيك، كتكون مرزاق فيما مشيتي، واكل شارب والرزق لا يخطاك. وهذه نعم عظيمة ربي دلنا كيفاش نشتغلوا في الدنيا. وكلما اقتربت من الله تعالى
كلما كنت أكثر سعادة واستقرار. للا زهور اللهم تعالى يشفيك ويعافيك، اللهم تعالى يعطيك الصحة والعافية وتمام العافية، وينور الطريق ديالك ويسعد الأيام ديالك، ويحفظك ربي من عيون البشر، ويحفظك الله من كيد الكائنين، ويحفظك الله من سحر الساحرين، ويحفظك الله من عين العائنين، ويحفظك مولانا من شر الخلق أجمعين. آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.